مساء الخير يا ساره، تحياتي ليكي ولكل مشاهدينك الكرام وكل عشاق النادي الاهلي في جميع انحاء العالم. عايزاك بقى تطمنا يا محمد يعني على اجواء التدريب النهارده، موسيماني كان مركز على ايه مع اللعيبه النهارده، وكمان طبعا على القايمه، قايمه مباراه طلائع الجيش. بالفعل ساره زي ما ذكرت، يمكن النادي الاهلي بيعود للمشاركه المحليه مره اخرى بعد غياب 32 يوم بعد اخر مباراه ادها في 26 يناير الماضي امام بيراميدز في الاسبوع العاشر. كان النادي الاهلي اختتم النهارده استعداداته بقى لمباراه طلائع الجيش في اطار مباراه الجوله ال14 من الدوري العام. يمكن الاهلي اختتم استعداداته النهارده الساعه 3، كان التمرين الاخير هنا على ملعب مختار التتش. كان التمرين استمر لاكثر من 140 دقيقه. بدا التمرين، يمكن قبل التمرين سبقه كالعاده مستر موسيماني عقد يعني محاضره بالفيديو مع اللاعبين عشان يوريهم اهم نقاط القوه والضعف في فريق طلائع الجيش ان شاء الله اللي هيلاعب النادي الاهلي بكره. بعد كده بدا المران بعد التمرينات البدنيه الخفيفه، نظرا ان خلاص بكره خلاص المباراه، فيمكن كان الحمل التدريبي كان اقوى امبارح، لكن النهارده نزل بيه مستر موسيماني. بعد كده بدا ينفذ بعض الجمل الخططيه امام المرمى خاصه الشق الهجومي، واختتم المران بانه عمل تقسيمه بطول الملعب تراي ماتش زي ما بنقول، كان حريص فيها انه يوقف اللعب اكثر من مره، يصحح الاخطاء، يحافظ ان شاء الله يلعبها بكره في مباراه طلائع الجيش. يمكن من التقسيمه واضح ملامح التشكيل ان شاء الله اللي هيبدا بيه المباراه غدا، يمكن بشكل كبير واضح، لكن مش هنقدر نقوله طبعا لسريه المران النهارده، لكن اعتقد بنسبه كبيره هيبقى فيه تغييرات كبيره، هيبقى فيه تغييرات كبيره عن الماتش اللي فات امام سيمبا التنزاني. يمكن بعد انتهاء المران اللاعبين خلدوا للراحه وصلاه المغرب، يمكن حالا الفريق لسه متحرك دلوقتي على فندق الاقامه لاقامه معسكر لمباراه الغد، واعلن مستر موسيماني 21 لاعب لقائمه المباراه. يمكن نقولهم لك معانا دلوقتي كسبق ليكي. في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، في خط الدفاع ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، بدر بنون، سعد سمير، محمد هاني، محمود وحيد. في خط الوسط عمرو السوليه، حمدي فتحي، اليو ديانج، اكرم توفيق، محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات عوده للمشاركه مره ثانيه، طاهر محمد طاهر اللي شوفي تماما من الاصابه هيكون موجود ان شاء الله في قائمه الاهلي لمباراه الغد. وفي الهجوم جونر اجاييه ومحمد شريف وولتر بواليا ومروان محسن. يعني ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ويكون يعني الظهور المحلي بعد الغياب الكبير ده ان شاء الله بتحقيق فوز ومواصله يعني السعي للمحافظه على درع الدوري للمره السادسه على التوالي والمره 43 في تاريخه. طبعا يعني زي ما طمنتنا على طاهر يا محمد ان هو الحمد لله زي ما قلنا فعلا راجع من مباراه بكره ان شاء الله، عايزاك برضو تطمنا على وليد سليمان، هو اعتقد ان هو دلوقتي يعني خلاص بيتم تجهيزه ان هو يرجع للتدريبات الجماعيه، وكمان علي معلول وناصر ماهر. يعني هنتكلم عن كل المصابين ونطمنك وطمن كل جمهور النادي الاهلي. يمكن اقرب اللاعبين المصابين للعوده هو ناصر ماهر اللي شارك بالفعل امبارح في التمرين والنهارده كمان شارك في التمرين بشكل كامل فيما عدا التقسيمه، فضل مستر موسيماني راحته وخرج من التقسيمه واكتفى بالجري في اخر المران حوالين الملعب. وليد سليمان يمكن ظهر النهارده كمان في استاد التتش هنا، ولكن اكتفى بعض التمرينات في الجيم وتاديه بعض التمرينات في الملعب مع اخصائي التاهيل والجري حوالين الملعب. علي معلول يمكن اكتفى بس بالبرنامج الطبي الموضوع ليه والتمرينات في الجيم، لسه يمكن قدامه شويه على المشاركه في التمرينات الجماعيه، وكذلك الامر صلاح محسن برضو اكتفى بالتمرينات في الجيم ان شاء الله، لكن اعتقد ان اقرب اللاعبين للمشاركه هو ناصر ماهر اللي ظهر في يعني التدريبات الجماعيه امبارح والنهارده، واعتقد وليد سليمان، صلاح محسن، علي معلول هيتم ان شاء الله دخولهم في المران الجماعي مع الفريق تباعا في الايام القادمه باذن الله. ان شاء الله. من اللقطات الحلوه اللي شفتها بعيدا عن الفنيا الكلام الفني، شفت يمكن كان ابن كابتن بدر بنون معاه النهارده في التدريب، وكان في صور كتير يمكن جماهير النادي الاهلي بتتكلم عنها وبتعملها شير على الفيسبوك وكده. بالفعل يا ساره، يمكن النقطه اللي انت اخذت بالك منها دي، في اكثر من لاعب النادي الاهلي مش بس بدر بنون النهارده كان بصاحب ابنه، اكثر من لاعب في النادي الاهلي يمكن بيبقى حريص، ايمن اشرف، عمرو السوليه، يمكن كمان بينشا صداقات زي ما بنقول بقى بين ابناء اللاعبين ولاعبين الفريق. يمكن كهربا طبعا، ليلى بنت عمرو السوليه النهارده ابن بدر بنون، دايما بيبقى فيه مداعبات وجو اسري داخل النادي الاهلي، ودي طبيعه النادي الاهلي ان كل اللاعبين زي ما بنقول اسره واحده. ده بيبان يمكن الناس بتشوفه، لكن ده بيبان في الملعب كمان في الترابط والتلاحم بين اللاعبين داخل الفريق، وده يعني زي ما
بقول بيبقى دافع، وان اللاعبين بيخافوا على بعض جوه الملعب ودايما بيبقوا اسره واحده، وده اعتقد دايما دي عاده وسمه النادي الاهلي، واعتقد ان اللاعبين بيبقوا حريصين ان هم يورثوا حب النادي الاهلي والانتماء ليه لاولادهم من بعدهم. يمكن علي معلول كمان، مش بنتكلم بس على اللعيبه المصريين، كمان اللعيبه المحترفين علي معلول بدر بنون كانوا كمان حريصين، وقبل كده برده يمكن اجي كان دايما بيصطحب ابنه خالد دايما للمران. اعتقد ان اللاعبين بيبقوا فخورين جدا ان هم داخل النادي الاهلي وداخل كيان النادي الاهلي، وحريصين ان هم يورثوا هذا الحب وهذا الفخر بالنادي الاهلي لاولادهم من بعدهم كمان. بشكرك جدا يا محمد توفيق، الحقيقه نقلت لنا الصوره كاننا كنا معاك في التدريبات، بشكرك جدا الحقيقه. وفعلا زي ما محمد قال يمكن الجو ده بيبقى حلو قوي، يعني شايفه قد ايه جماهير النادي الاهلي وهي بتعمل شير لصور